أهلا بكم. تعتقد العديد من الدوائر السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه حان الوقت الآن لتعيد واشنطن تقييم سياستها تجاه العراق من منظور المصالح الأمريكية، فهذا الوضع لا ينبغي أن يستمر. فمنذ العام 2003 قدمت الولايات المتحدة بحسب هذه المصادر والدوائر للعراق مئات الملايين من الدولارات في شكل دعم اقتصادي وعسكري ودبلوماسي، على أمل أن ينهض العراق ويلعب دورا أساسيا في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة. لكن بدلا من ذلك سارت حكومات العراق بالبلد في الاتجاه المعكس، حيث دابت إيران مثلا على استغلال الاقتصاد العراقي لتحاشي العقوبات الأمريكية، وحصلت الميليشيات التي تدعمها وبعضها يخضع للعقوبات الأمريكية حصلت على تمويل كبير من الحكومات المتعاقبة في بغداد. مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية في ضوء تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتأثيرات هذا التوتر على العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا تمر الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق الجديد بحالة من التعثر والتحديات كما تقول مجلة فورين بوليسي؟ وهل فعلا تريد واشنطن أن تعيد تقييم سياستها الحالية تجاه العراق من منظور المصالح الأمريكية؟ وما هو المطلوب عراقيا حتى تواصل واشنطن دعمها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي للعملية السياسية، وهذا الدعم مستمر طبعا منذ العام 2003؟ وهل حقا أن المساعدات الأمريكية التي قدمت للعراق كانت تهدف للنهوض به ولعب دور حيوي في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة؟ وهل تملك قوى العملية السياسية خيار جعل العراق منطقة محايدة في الصراع الأمريكي الإيراني في ضوء هيمنة الميليشيات على قرار الدولة العراقية السياسي والعسكري؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، مثنى عبد الله. ليس مباحثات كما روج له، ولا هو اتفاق مصالح بين طرفين كما تحاول حكومة مصطفى الكاظمي تصويره، إنما هو إملاءات جديدة وجدية من السيد للتابع. ذلك هو اللقاء المنتظر بين وفد إدارة ترامب مع حكومة الكاظمي في بغداد في شهر حزيران الجاري. مسؤولون في الحزب الجمهوري الأمريكي قالوا إن أول ملفات المباحثات في اللقاء المرتقب هو النفوذ الإيراني وسلاح الميليشيات، مطالبين إدارة ترامب بفرض قوانين صارمة على بغداد لرسم خطها السياسي فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران، مشيرين إلى أن العقوبات القاسية هي الخيار المطروح في حال لم تمتثل حكومة الكاظمي لتوصيات نزع سلاح الميليشيات، إضافة إلى قطع المساعدات العسكرية عن القوات الحكومية في العراق. هذا التصور لمجريات اللقاء المرتقب تؤكده مجلة فورين بوليسي الأمريكية عندما ذكرت أن واشنطن بدأت تعيد تقييم سياستها تجاه العراق، ولذلك فإن جوهر المباحثات القادمة في الشهر الجاري سيدور حول علاقة حكومة بغداد مع إيران، فيما سيستخدم الطرف الأمريكي هذه المرة اللهجة القاسية كإنذار أخير ينهي السياسة المعهودة منذ عام 2003 القائمة على قبول حكومة بغداد كتابع مزدوج لكل من الأمريكيين والإيرانيين. حكومة بغداد تدرك التوجه الأمريكي الجديد وتفهم تماماً أن نزاع المصالح بين واشنطن وطهران سيصل إلى مرحلة خطيرة، وعلى ضوء ذلك عليها اختيار أحد الداعمين. أمريكا لها سلطة الخوف والمصلحة الاقتصادية، وإيران لها سلطان المشروع التوسعي الذي يؤمن به أغلب أطراف العملية السياسية. الاختيار الصعب سيجعل من العملية السياسية ضحية خلاف الحليفين السابقين، وعليه ستدفع ثمن قبولها بأن تكون معقب معاملات وحارس مصالح المحتلين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في مستقبل العلاقات بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرات هذا التوتر على الأوضاع في العراق. ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا أيضا الدكتور مثنى عبد الله، الكاتب والباحث السياسي، وكلهم عبر سكايب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، الآن يجري الحديث
في الصحافة الأمريكية أنه العلاقة أو الشراكة الاستراتيجية بين قوسين بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين العراق الجديد الذي صممه الأمريكيون أنفسهم بعد الغزو عام 2003، هذه الشراكة الآن متعثرة، تمر أو تواجه الكثير من المشاكل والتحديات. السؤال، هل ثمة شراكة استراتيجية حقيقية بين العراق الجديد الذي صنعه الغزو وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟ وإذا كانت هناك شراكة، ما هي ملامح هذه الشراكة؟ لا، الرحمن الرحيم، يعني أرحب بك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. بداية لابد من القول أنه الأمريكان بعد 17 سنة من احتلالهم للعراق، بعد كل هذه الكارثة التي حلت في العراق، بعد حكومات المتعاقبة التي أشرفوا على تأسيسها ودعموها، وبعد التخادم الأمريكي الإيراني طوال هذه السنوات لتأسيس هذه الحكومات لصناعة نظام سياسي في العراق يتلائم مع مصالحهم والمصالح الإيرانية، الآن يعني ربما عادوا إلى كشف الحساب. الآن هم يمرون بمرحلة كشف الحساب لمعرفة طبيعة العلاقة التي تربطهم بالعراق. هم يقولون وهكذا يتحدثون، يقولون احنا صرفنا على العراق، يعني جئنا بجنودنا وجيوشنا وعبرة الأطلسي وجاءت، ومثل ما يسمونه تحرير العراق وهو احتلال العراق طبعا، وصرفنا مليارات الدولارات لتأسيس نظام يستطيع أن يجعل المنطقة أكثر استقرارا وأن يساهم ويكون ركنا في استقرار المنطقة وثبات المنطقة والحفاظ على المصالح الأمريكية والمصالح العالمية فيها. لكن بعد 17 سنة يعني وجدنا أن هذه الأموال التي صرفناها ربما في غير محلها. الآن نحن في نقطة مفصلية، هكذا تفكر أمريكا، يعني على مفترق طرق، إما أن يكون العراق حليفنا ونستمر في علاقتنا بشكل آخر، وإما أن يكون بجانب آخر. بعدما وجدوا أن تخادمهم مع إيران قد أوصلهم إلى حالة أن إيران قد تغولت في العراق وتدفعهم خارج العراق، وهي المسيطرة وهي الآمرة والناهية في العراق ولديها ميليشيات وحكومات موالية، يقولون نحن نصرف مليارات الدولارات والحكومات التي ندعمها اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا ولاءها لإيران، فبالتالي ما هو مكسبنا؟ احنا بالتالي ليس لدينا قاعدة في العراق يمكن الاعتماد عليها فيما لو فكرنا بحليف او فيما فكرنا بمن نستعين به لضبط المنطقة. هكذا يتحدثون. بالتالي وصلوا الى نقطة انه بعد، وهذه كلها جاءت بعد ان يعني ارتفعت حدة المناوشات الامريكية والايرانية بسبب الملف النووي، بسبب فيما بعد ملف الصواريخ، بسبب تأثير إيران على المصالح الأمريكية هنا وهناك. فالعراق منصة والعراق مكان ملاصق لإيران وهو أرض ملاصقة لإيران، ولا بد أن تتأثر ولا بد أن تكون قاعدة للمناوشات بين أمريكا وإيران. فبالتالي هم الآن في مفترق طرق. اليوم كان يتحدث يعني أو يوم أمس كان يتحدث مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شيكر، يقول اذا ما اختار القاده العراقيون التصرف كدوله ذات سياده، فاذا ما اختاروا هذا فاحنا ماضين في ان ندعمهم ونقدم لهم المزايا الكبيره. نعم. اما اذا لم يتصرفوا هكذا، ويقصد يبعدون عن ايران عن الساحه وتغول ايران، واذا لم يفعلوا ذلك فنحن ربما هاي شراكتنا ستنفض. سنتحدث دكتور، اسمح لي دكتور رافع، سنتحدث إذا لمست أمريكا أن ليس هناك من استجابة لهذه الرؤية في إعادة العلاقة بين العراق وبين إيران. هم يطرحون هذه الأسئلة الآن في، في، نعم. في الدقائق القادمة إن شاء الله. دكتور عبد الحميد العاني، هل ثمة مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا تريد إعادة تقييم علاقتها مع العراق الجديد، خاصة أن هناك حوارا استراتيجيا سينطلق هذا الشهر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الكاظمي، وأن العلاقة التي عرفت من 2003 إلى اليوم بين أمريكا وبين إيران، هذه العلاقة التي كانت علاقة تدليل للعراق الجديد ولقوى العملية السياسية الدلع على آخرة،
أصبح في ذمة التاريخ ونحن إذا واقع جديد، واقع جديد تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع أسسها خاصة بعد الحوار الاستراتيجي القادم؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع الضيوف الأكارم والمشاهدين الكرام. أقول إذا كان هذا الماضي، السنوات 17 الماضية هي دلال والقادم أسوأ من ذلك، فاقرأ على الدنيا السلام. لا بد من تصحيح مفهوم هنا ونحن في بداية حديثنا. الشراكة يجب أن تكون بين متكافئين، لا يوجد تكافؤ بين دكتور الدلال. اسمح لي دكتور، الدلال أو التدليل المقصود به العملية السياسية وقواها، هذا المقصود؟ طبعا، إذا نعم. ليس الشعب العراقي، وهذا نعم. لأنه مغسول اليد منه. نعم. فالقصد أنه الشراكة تكون بين متكافئين، ولا تكافؤ هنا بين العراق وحتى الحكومة الآن التي تسمى الحكومة العملية السياسية كتابعين وخاضعين لمشروع سياسي فرضته إدارة الاحتلال الأمريكي. الشراكة الحقيقية في العراق تحديدا في موضوع العراق هو بين أمريكا وبين إيران، وكما قال قبل قليل الدكتور اللي هو تخادم، وتحدثنا عن التخادم منذ مدة طويلة بين المشروعين الأمريكي والإيراني. لكن هذا التخادم وهذه الشراكة الحقيقية بين أمريكا وإيران أصابتها في السنوات الماضية نوع من العثرات، وما هو من كما قلنا وتحدثنا عنه اللي هو التغول الأمريكي الإيراني عفوا. إيران طمعت في العراق أكثر من الحدود المسموحة لها، وهنالك نوع من الفوضى أصبحت. هذه الفوضى نتيجة ما سمي بالحرب على الإرهاب، والتي تم فيها إنشاء الميليشيات والحشد الشعبي، الميليشيات الطائفية التي هي أسست في إيران وبرعاية ورضا قبول على قبول أمريكي، وتمت فيما يسمى بحرب الإرهاب، حرب على الإرهاب التي دمرت فيها العديد من المحافظات والمدن العراقية. تمت على أعلى المستويات الأمريكية الميليشياوية والإيرانية في غرف عمليات مشتركة. هذه كان من آثارها أنه هذه الميليشيات تغولت وأصبحت تأخذ مساحة أكبر مما خطط ورسم لها. لذلك هذا الذي يأتي اليوم اللي هو الحوار الذي يسمى استراتيجي وغيره، دعنا من الشعارات التي ترفع بالإعلام وما يراد به خداع بعض الرأي العام. بالمناسبة الشعب العراقي اليوم غير خاضع لهذا الخداع، بات واعيا ولا يلتفت إلى هذه الشعارات التي ترفع بالإعلام، وإنما ينظر إلى أرض الواقع وينظر ماذا ينفذ عليها بعقلية واضحة ومنفتحة وواعية جدا. لكن هم يريدون أحيانا خداع رأي عام خارج العراق، وربما أيضا الضحك على أنفسهم وبعض أتباعهم. فإذا ما يجري اليوم هو صح تسريح مسار، لكن ليس للشراكة بين أمريكا والعراق باعتباره شريكا، وإنما الحكومة الحالية هم تبع لهذه العملية السياسية، إذ أدوات لتنفيذ ما يملى عليهم. فالتفاهم الحقيقي إذن هو اليوم بين أمريكا وإيران لإعادة التفاهمات وتقسيم الحصص وتقليم أظافر إيران وميليشياتها التي تغولت وأخذت أكثر من حدودها. أما الدلال وغيره فنتوقع أنه سيستمر، يعني للحكومة الحالية سيستمر ما داموا منفذين ويجعلون هذه العملية السياسية تسير على خطوطها العريضة العامة، بغض النظر عن الخلل في التفاصيل وما يتضرر به الشعب. نعم. دكتور مثنى عبد الله في لندن، هل يمكن فعلا وصف هذه العلاقة التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية البلد الذي غزا واحتل العراق، وبين العراق الجديد وفق النظام السياسي الذي صنعه الغزو الأمريكي، أن هذه العلاقة يمكن وصفها بالعلاقة أو الشراكة الاستراتيجية وفق ما هو معروف في العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية بين دولتين نديين يعني تقفان على قدم المساواة، حتى يقال أن هناك شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا، تحياتي لك وللزملاء. في الحقيقة لم أسمع
ما تحدث به الزملاء الأكارم للأسف. أنا أعتقد بأنه في علم السياسة يفترض أن يكون هناك، عندما يكون هناك حوار استراتيجي أو حتى مباحثات ما بين الدولتين، يفترض أن يكون هناك أولا مبدأ التكافؤ ما بين الدولتين، ثم الاستقلالية التامة، ثم يجب أن يكون ما بين يدي صانع القرار في كلا الدولتين أوراق ضغط على كلاهما، على بعضهم البعض. وبالتالي لو نظرنا إلى الحالة السائدة اليوم في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم في الحقيقة، لا توجد كل هذه العناصر التي تفترض أن تكون قاعدة لأي حوار استراتيجي ما بين العراق وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. لا زال العراق وحتى هذه اللحظة هو مطلوب منه أن يؤدي خدمات إلى الدور الأمريكي، يؤدي خدمات لصناعة الأمن القومي الأمريكي لا أكثر ولا أقل. يعني السبب لو نظرنا إلى تصريحات بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في موضوعة الحوار الاستراتيجي، جاءت مباشرة بعد قيام الميليشيات المتحالفة مع إيران بشن هجمات على القوات الأمريكية. لذلك أنا أرى بأنه طاولة الحوار القادمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وكما يحللها الكثير من الخبراء هنا، يقولون بأنها ستكون هي أسئلة تطرح من الطرف الأمريكي ومطلوب الإجابة منها من الطرف العراقي. من ضمن هذه الأسئلة الأمريكية الملحة هو طلب ضمان الحكومة العراقية لسلامات القوات الأمريكية والسفارة الأمريكية في العراق والمتعاقدين الأمريكان والشركات الأمريكية العاملة في العراق. ولو نظرنا إلى الحادثة الأخيرة التي تم فيها قتل قاسم سليماني، نجدها بأنها كانت رداً على مقتل أحد المدنيين. إذن هذه هي الأولوية الكبرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على الحكومة العراقية أن تجيب على هذا السؤال، كما أن هنالك سؤال آخر ملح يجب على الحكومة العراقية أو صانع القرار السياسي العراقي إذا كان هناك مصانع. ما هو إمكانية سيطرة الحكومة العراقية على سلطة الميليشيات المتحالفة مع إيران ووضعها فعليا تحت سلطة الحكومة المركزية؟ كما أن هنالك أسئلة أخرى، منها ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها العراق لاستعادة استقلاليته في موضوع الطاقة في الحقيقة من إيران؟ الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها ليست مستعدة لتقديم هذه الإعفاءات بصورة مستمرة وبصورة دورية إلى العراق، لأن هذا يخدم النظام في إيران وبالتالي يوفر له سيولة مالية. كما أن المطلوب أيضا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بخطائها، هنالك مركز بحوث استراتيجية هنا تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية أجرت مراجعة لسياستها في العراق ووجدت بأنها ارتكبت خطأ كبيرا عندما أسست النظام السياسي على أساس الطائفية السياسية. وبالتالي السؤال الراهن الآن إلى الحكومة العراقية هي ما هي إجراءاتها للتخلص من هذا، من هذه البيئة؟ كذلك ما هي الإجراءات التي عليها أن تتخذها من أجل الحد من مسألة الفساد المستشري في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا في ظل سياسة ترامب منذ وجوده في السلطة في البيت الأبيض لحد اليوم؟ تعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تقدم خدمة؟ أنه على الحكومة ما هي إجراءاتها للتخلص من هذه البيئة الطائفية التي أسس عليها النظام، أو أسس الأمريكيون النظام على أساسه. هذا النظام، هذه العملية السياسية، لو أنها تخلصت من الأسس والركائز الطائفية القائمة عليها، ما الذي يتبقى منها؟ يعني هاي الإشكالية اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بخطأها. يعني في النظام الغربي هنالك مؤسسات في الحقيقة تصلح أخطاء صانع القرار. صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أسس لخطأ كاثري وفاده في العراق، وهذا الخطأ في الحقيقة كان كارثياً على العراق وعلى المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً. لذلك هي المؤسسات التي تصحح خطأ صانع القرار في الحقيقة، وجدت بأنه يجب التخلص من هذا الموضوع، البنية الطائفية السياسية في العراق. أساس طلب الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الموضوع هو قائم على ضرورة إيجاد أجيال جديدة قادرة
على النهوض بهذا هذا 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 الفعل، وبالتالي وجدت. دكتور اسمح لي، هذه المؤسسات الآن في طور تقديم الرؤى أو الحلول أو المقاربات للتخلص من هذه البنية الطائفية لصانع القرار الأمريكي، هي تقدم رؤى أم أن القضية قد في المستقبل قد تترجم إلى خطوات عملية؟ يعني لحد الآن ليس هناك أي مؤشرات على عملية تصحيح هذا الخطأ وعملية تخليص هذا النظام من الأسس الطائفية. يعني ما عزز هذه الرؤى في داخل السياسة الأمريكية داخل المؤسسات الأمريكية في الحقيقة هو الشعارات التي طالب بها المتظاهرين. هنا يجدون بأنها مراكز الأبحاث تجد بأنه ما نتج عن التظاهرات في الساحات العراقية ورفع شعارات بعيدة جدا عن الطائفية والمطالبة باستقلالية سياسية واستقلالية اقتصادية وعدم أداء دور خدمي للقوى الفاعلة في المنطقة وفي العالم، هذا عزز هذه الرؤية، وبالتالي أصبح في الحقيقة شبه مقترح لصناعة قرار بهذا الاتجاه. المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية تجد بأنه يمكن الاعتماد على القوى السياسية التي تقف خلف التظاهرات، وكذلك على الأصوات التي فاعلة في داخل التظاهرات والتي يمكن الاعتماد عليها والتسييس عليها لصناعة نظام سياسي بعيد عن الطائفية. دكتور رافع الفلاحي، أيضا من ضمن التوصيات أو الرؤى تقدمها أيضا، طبعا هذا ما جاء في مجلة فوريوم بوليسي قريبة على الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تريد إعادة تقييم سياستها الحالية مع العراق مع العملية السياسية من منظور التركيز أكثر على المصالح الأمريكية. سؤال: ما الذي طرأ على المصالح الأمريكية؟ ألم يكن الغزو الأمريكي عام 2003 وتأسيس العملية السياسية وتقويض كل مؤسسات الدولة العراقية المدنية والعسكرية والأمنية يندرج ضمن مسار خدمة المصالح الأمريكية؟ ما الذي تضررت منه المصالح الأمريكية حتى يعاد تقييم السياسة الأمريكية من منظور أكثر أو تركيز أكثر على المصالح الأمريكية في المرحلة القادمة؟ هكذا يعني ورد في المجلة. نعم أستاذ ماجد، لذلك أنا تحدثت قبل قليل قلت أنه هو كشف حساب. الأمريكان الآن يجرون كشف حساب، وفي كشف الحساب هذا وجدوا أنهم يعني بالعقل الأمريكي، لو وضعنا الآن عقولنا كعقل أمريكي ونريد نفكر، سنجد مثلا مثالين يعني بارزين ولا يحتاجان إلى تحليل أو أدلة. أو المثال الأول أنه مثل ما يقول الأمريكان، نحن يعني ندعم هذه العملية السياسية، أسسنا هذه العملية وهذه هي الحقيقة، وجئنا بهؤلاء السياسيين لكي نصنع نظاما يتناسب مع مصالحنا مع رؤانا مع تفكيرنا. بهذا الشكل هم جاءوا واحتلوا العراق بهذه الطريقة، ودعمناهم سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا وفي كل الطرق هذه. بالتالي هذه الحكومات التي تشكلت لديها ميليشيات، هذه الميليشيات نحن ندعم حكومة هي تدعي وتقول علنا أن هذه الميليشيات تابعة لها، وهذه الميليشيات يعني تتصدى لمصالحنا، تضرب السفارة، تضرب مصالحنا، تقتل من أفراد أمريكان، تقتل متعاونين معنا. فبالتالي والحكومة العراقية التي نعتقد أن مو نعتقد ندعمها لا يعني لا تفعل شيئا، لا ترد حتى عليهم، لا تستطيع الرد عليهم، هذا واحد. ثانيا، نحن نفرض، هكذا يقول الأمريكان وهكذا فورين بوليسي تتحدث، تقول نحن نفرض على إيران حصارا اقتصاديا ونمنع النفط. العراق، هذه الحكومة العراقية تزور وتصدر النفط الإيراني عن طريق أنابيبها وعن طريق أراضيها وتسلم العائدات إلى إيران، فكيف يمكن أن نوازن هذه العلاقة؟ هذه علاقة كلها تناقضات. الآن هذا ما تحدثت عنه، وربما سألت الدكتور مثنى وأجابك بشكل واضح، أن ما يسمى الحوار استراتيجي، التجميل للعبارة، هو حقيقة ليس حوار، هو مجرد إملاءات. يعني ما تقوله فورين بوليسي، تقول هذه الفرصة الأخيرة لتحديد المسار.
تحديد المسار سيجري بالشكل التالي: أمريكا ستفرض نقاط معينة تريد من الحكومة العراقية تلتزم بها، إن لم تلتزم سنفعل كذا وكذا وكذا، وقالها ترامب: سنفرض عليكم الحصار، سنمنع عنكم، سنفضحكم، وأمريكا تمتلك الكثير من الأوراق. دكتور اسمح لي في هذه النقطة، من يسمع هذا الكلام يتصور أن الحكومة العملية السياسية حكومات المتعاقبة على الأقل الآن الحكومة الكاظمي في حالة تصادم مع السياسات الأمريكية، في حالة تنافر، ربما لديها وجهة نظر مواقف مختلفة عن السياسة الأمريكية، ولذلك الأمريكان يقولون إما أن تقبلون بالشروط وإلا ستحرمون من هذه من المساعدات، من الدعم السياسي اقتصادي الدبلوماسي وما إلى ذلك. أين اختلفت كل حكومات العراق الجديد من 2003 إلى اليوم حتى تهددها الولايات المتحدة الأمريكية بتعديل هذا المسار، بتعديل هذه العلاقة؟ أستاذ ماجد، أمريكا اكتشفت، هي تعرف وكنا نعرف، أن هؤلاء الذين في الحكومة والعملية السياسية مجرد أجراء يعملون عند هذا الطرف وهذا الطرف ويخدمون الطرفين، لكن أمريكا اكتشفت أن هؤلاء الأجراء ولاءهم الأول والأخير إلى إيران وليس إلى أمريكا. يعني عندما تحق الحقيقة هم سيذهبون إلى إيران باتجاه إيران ويدافعون عن المصالح الأمريكية، أو يعملون من تحت الطاولة لخدمة إيران واقتصاد إيران وسياسة إيران ومشروع الإيراني. وبالتالي هذا المشروع كما يبدو لأمريكا الآن أنه بدأ يؤثر على حلفائهم، وبالذات بالخليج، وبدأوا يشتكون، وهؤلاء يدفعون مليارات الدولارات لهذه العلاقة الاستراتيجية مع أمريكا، وبالتالي هناك طرف يهددهم، وهذا الطرف منطلقة وأرضيته هي العراق، ويتجه ويتوسع باتجاه سوريا ولبنان وباتجاه اليمن وضد كل هذه، خاصة منظومة الخليج العربي. فبالتالي أمريكا يعني تعرف الآن أن هؤلاء الأجراء، وهذا يجب أن نقوله، هؤلاء ليس لديهم رأي، هؤلاء مجبرين على تنفيذ سياسات معينة، إيران كانت تجبرهم والميليشيات تجبرهم. هل سيستطيعون التخلص من هذا الإجبار، من هذا الضغط الكبير؟ أنا أقول أن هذه الحكومة الموجودة الآن، حكومة الكاظمي، في هذه النقطة ستكون تحت ضغط شديد جدا، إما أن تستجيب لأمريكا وتنفذ شروط أمريكا، وإما أن تذهب مع إيران. إن ذهبت مع إيران أمريكا قادرة أن تسحق العراق بهذه الطريقة التي تحدث عنها ترامب، عقوبات اقتصادية، عقوبات على أشخاص، ديون، فرض كذا، وستسحب كل دعمها السياسي والدبلوماسي، وربما سنشاهد في الصحف وفي تلفزيونات العالم فضائح لمن يحكمون العراق لا نتوقعها، لأنها كلها لديهم. هذه جزء من العملية، أو ينضمون إلى القطار الأمريكي ويقفون مع أمريكا لتقليم أظافر إيران بالطريقة التي تريدها أمريكا. هل سينصاعون إلى هذا أم هذا؟ هم في موقف لا يحسدون عليه، هم ليسوا أصحاب قرار، هم يعني هذا هو الموقف فعلا الدقيق والصعب عليهم. أمريكا الآن تريد أن تنتهي من هذا التناقض، لذلك تتحدث عن أنه هذا المسار الأخير تعتيد طبيعة العلاقة. طبيعة العلاقة هذه ليس فيها حياد، إما أن تكون معي أو ضدي، هكذا الأمريكان. يعني وصلت إلى الأمريكان بوش، ألم نسمعه في وقته: من لم يكن معنا فهو ضدنا فهو إرهابي. أمريكا تتصرف هكذا، تفكر هكذا. وهي ليست علاقة استراتيجية، لا توجد علاقة استراتيجية، هي علاقة سيد ورئيس ومرؤوس، سيد وتابعه، العراق تابع، هكذا تنظر أمريكا إليه، وأرادت أن تصنع منه يعني من سياسته ما يخدم مصالحه فقط، أما أن يتحول إلى مشروع آخر يخدم قضية أخرى تتقاطع معها في بعض التفاصيل، هو هذا هنا الاعتراض، وهنا جاءت الإملاءات الأمريكية التي ستملى على من يسمون نفسهم مفاوضين عراقيين، وهي ليس هناك مفاوضين. يعني خلال الأيام الماضية سمعنا أسماء، وهذا مفاوض جيد، وهذه كذبة كبيرة، سيسمعون شروطا معينة وعليهم تنفيذها، ليس أكثر. أشكرك. نستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام أيضا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن مستقبل ما يسمى بالعلاقة أو الشراكة الاستراتيجية بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية،
في ضوء التوتر بين أمريكا وإيران وتأثيراتها على العراق. بعد الفاصل نعود بقوة معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية. يضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور مثنى عبد الله. دكتور عبد الحميد العاني، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقول وتعتقد أن هذه المساعدات الكبيرة التي قدمت للعملية السياسية منذ عام 2003 إلى اليوم، وكان طبعا هذه مساعدات مئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري وما غير ذلك، كانت تهدف الإدارة الأمريكية أو صانع القرار الأمريكي أنه تهدف أنه للنهوض بالعراق ولعب دور حيوي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. الآن طبعا اكتشفوا ويقولون أنه العراق لا، صار بالاتجاه المعاكس، كان مزعزعا لأمن واستقرار المنطقة. يعني هل تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى 17 سنة أو 18 سنة لتعرف أن هذه الأموال وهذا الدعم الذي قدم إلى العراق استثمر ووظف من قبل قوى العملية السياسية لزعزعة أمن المنطقة واستقرار المنطقة وهذا الانحطاط الكبير الذي جرى على العراق؟ يعني 17 سنة حتى تعرف؟ يعني ربما حتى يكون الجواب أو نتلمس الجواب على هذا التساؤل نحتاج إلى تصحيح بعض العبارات أو تحديد مدلولها كما ذكرت الآن في سؤالك. أولاً قضية اكتشاف الخطأ وتصحيح هذا الخطأ، ما المقصود بهذا الخطأ أو آثار هذا الخطأ الذي اكتشفته اليوم أمريكا؟ طبعاً يعني حتى لا يتوهم بعض أبناء الشعب العراقي أن هذا الخطأ الذي تتحدث عنه اليوم الإدارة الأمريكية وتصحيحه هو ما لحق الشعب العراقي من انتهاكات ومن دمار. لا نتوقع أو لا يتخيل أبداً أن أمريكا اليوم تريد تصحيح هذا وإعادة الحقوق إلى الشعب العراقي وإعادة بنائه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي قضية أنها أرادت من العراق أو من وراء هذا الدعم سواء كان مادي أو معنوي سياسي وغيره استقرار العراق وأن ينهض العراق. لا يوجد شيء اسمه نهضة العراق ولا استقرار العراق. استقرار العملية السياسية نعم كان هدفهم من وراء هذه الملايين التي دفعت والدعم السياسي هو استقرار العملية السياسية. بالمناسبة هنا حتى لا أيضا ننسى الموضوع، الملايين التي دفعت بشكل علني للعملية السياسية وتم جني من ورائها مليارات من وراء هذه العملية عمليتهم السياسية هذه. إذن هو ليس دعما للعراق ولا استقرار العراقي وإنما دعما واستقرار للعملية السياسية للحفاظ على المشروع الأمريكي ومصالحهم في المنطقة، ولا يراد من ذلك أبدا البتة استقرار المنطقة لأنهم هم الذين عملوا على زعزعة المنطقة بل موضوع الشرق الأوسط الجديد والعراق يكون نموذجا فيه هو قائم على تقسيم المنطقة. عدم الاستقرار للشعوب وصناعة الأزمات كلها تمت على يدي وبرعاية وبمعرفة وربما بشراكة وتوجيه من قبل إدارة الاحتلال الأمريكي سواء كان في أمريكا أو أدواتهم أو
مستشاريهم وخبرائهم في العراق. إذن هذا هو بمجمله هو المنظور أو الرؤية الأمريكية. إذن الخطأ اليوم الذي حصل هو تضرر بعض المصالح الأمريكية التي إذن لابد من السعي إلى تصحيح المسار للحفاظ على كامل المصالح الأمريكية. نعم. وعدم تهديد هذه المصالح لصالح أمور أخرى. إذن لا يمكن أن نتوقع هذه نقطة أن هنالك تغييرا لصالح الشعب العراقي وللعراق كبلد وكدولة. نعم. نقطة مهمة، أشكرك دكتور مثنى عبد الله. هذه المطالبات أو الدعوات أو الاستعداد لتقييم العلاقة بين أمريكا، تقييم العلاقة من قبل الولايات المتحدة، علاقتها مع العملية السياسية مع العراق الجديد، هذا التقييم مبني على أن الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت أو آمنت أن هذا المشروع لا جدوى من عملية إصلاحه أو تقويمه، وأنت ذكرت أنه هناك من يعتقد أنه لابد من تنقية هذا المشروع هذا النظام من أسس الطائفية. مرتبط بهذا الفشل والانحطاط الذي تسبب به للعراق، أم القضية الآن متعلقة بالتوتر بين أمريكا وإيران؟ بمعنى لو أن العلاقة استمرت طبيعية وإيجابية وتمام بين أمريكا وإيران على الأقل في العراق، لما كنا نسمع مثل هذا الكلام الأمريكي عن تقييم للمشروع، عن إعادة العلاقة مع هذا المشروع. الحديث أيضا يجري أنه هذا النظام قمع المحتجين، مضخم بالفساد وما إلى ذلك. هل كنا سنسمع هذا الكلام من أمريكا؟ يعني في الحقيقة في الطبقة السياسية الأمريكية وفي الواقع السياسي الأمريكي هنالك اتجاه انعزالي دائما يدعو إلى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة عن الساحات الخارجية وأن تركز جهودها على الوضع الداخلي، وهنالك اتجاه آخر لا يدعو إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لقواها الناعمة والخشنة في كل مناطق العالم لفرض هيبتها. يجب أن نقول بأنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما غزت العراق اكتفت بالغزو العسكري، اكتفت بما يسمى النصر العسكري، ولم يكن هنالك قرار شامل بما هو ما هي الخطوات اللاحقة ما بعد النصر العسكري، في حين أن إيران حاولت أن تستغل النصر العسكري الأمريكي في بناء منظومة سياسية على مقاساتها هي. أوباما عندما أتى حاول أن يدير ظهره للعراق، وبالتالي في الحقيقة انحسر الدور الأمريكي كثيرا في زمن أوباما. ترامب جاء يريد أن ما يدفعه يجب أن يقبض ثمنه. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة تامة بأنها هي أنفقت الكثير ماديا ومعنويا في العراق بدون نتيجة تذكر، وبالتالي الطامة الكبرى أنه تحول العراق إلى، يعني عندما غزت العراق كانت تقول بأنه العراق هو ثقل المنطقة وهي سوف تغير المنطقة من خلال تغيير العراق. اليوم هي تقول بأنه العراق أصبح مصدر اضطراب بالمنطقة، إذن هي تعترف اعترافا واضحا جدا بمسؤوليتها عن هذا الموضوع. الرأي اليوم في الدوائر السياسية الأمريكية يقول بأنه ترامب دكتور قال أنه هذا غزو العراق كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أو في التاريخ الحديث. هذا صحيح. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أو هنالك بعض الرؤى في داخل الأروقة السياسية الأمريكية يقول كلما مهما تبذلون مع الحكم الحالي سوف لا تقبضوا نتيجة من هذا من كثمن لتدخلنا. لماذا؟ لأن طبيعة النظام السياسي العراقي كما يقولونه منقسم ولا يملك رأي موحد لكيفية التعامل مع كل شيء في داخل العراق وفي المنطقة، خصوصا في ظل الانقسام السياسي للطبقة السياسية تجاه مسألة بقاء القوات الأمريكية من عدمه، مما يدفعهم إلى التساؤل عن وجهة النظر التي سيحملها الوفد العراقي. يعني اليوم هناك أسئلة هنا في الأروقة السياسية تقول ما الذي سوف يحمله الوفد العراقي من 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 أوراق، ما الذي سوف يحمله الوفد العراقي المفاوض إلى الجانب الأمريكي في ظل هذا الانقسام. هنالك الضغوط الداخلية والخارجية التي تمارس اليوم على أي من يكون
في هرم السلطة في العراق بشكل كبير، بحيث تدفعه إلى عدم تبني رؤية قد تكون معادية. يعني اليوم صانع الذي يجلس على قمة هرم السلطة في 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 بغداد، واللي هو رئيس الوزراء، ماذا سوف يكون قراره؟ يعني أنا في قناعتي بأنه عندما يتخذ قرار لنقول بأنه سوف يوقع اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في موضوعات الاستراتيجيات والعلاقة الاستراتيجية، لكن هذا سوف يرضي من؟ يجب أن يفكر اليوم رئيس الوزراء، هل سوف يرضي هذا الطرف القريب من إيران أو سوف يعادي؟ هل سيرضي الطرف الكردي أم سيغيظ الطرف الكردي؟ هل سيرضي الطرف السني أم يغيظ الطرف السني؟ إذن لا يوجد في الحقيقة هنالك رؤية واضحة من هذا الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف جيدا طبيعة هذا الوضع، تعرف جيدا طبيعة المفاوض العراقي القادم، لذلك هي تحاول أن تملي على المفاوض العراقي أشياء رئيسية كما قلنا. أولا أنه يجب، هم يعتقدون بأنه أولا لهرم السلطة السياسية في العراق يجب أن يتخذ قرارا بإبعاد الأطراف المتشددة المتحالفة مع النظام الإيراني من المنظومة السياسية. وبالتالي لو نظرنا إلى هذا الطلب، هل هو واقعي أو غير واقعي؟ أنا أجده بأنه غير واقعي إطلاقا، لأنه من أتى ب رئيس الوزراء إلى السلطة هو صوتت عليه على أنجاحه كثير من القوى المتحالفة مع إيران. وبالتالي في الحقيقة هنالك مستنقع، هذا المستنقع تخوض به الولايات المتحدة الأمريكية ويخوض به العراقيين، يعني جميع العراقيين يخوضون في هذا المستنقع. ولا أعتقد بأنه يمكن أن يكون هنالك تطورا في موضوعة المفاوضات. المفاوضات تتطلب كما قلت رأى واضحة، وهنالك ويجب أن يكون من يجلس على طاولة المفاوضات لديه أريحية تامة باتخاذ القرار وبالسيطرة، وهذه كلها غير موجودة. نعم دكتور رافع الفلاحي، هذه الشراكة بين قوسين المتعثرة بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية كثيرة هي أسبابها، أهمها قضية الميليشيات الطائفية التي تجاهر بالعداء لأمريكا ولأصدقائها، بل هاجمت أصدقاء للولايات المتحدة مصالح طبعا كما جرى في المنشآت النفطية السعودية، هي في الخندق الإيراني تمام، وهاجمت مصالح أمريكية في العراق، هاجمت سفارة وغيرها. قضية أيضا النظام الموجود في العراق تستخدم إيران للتحايل والالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران وغيرها أيضا من العلاقة الشائكة بين القوى الطائفية في العراق وبين إيران، وهذه عوامل تريدها الولايات المتحدة أو وقاع تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعالجها، وهذه غير متوقع أن تعالج. لا يمكن للقوى الطائفية أن تتخلى عن إيران ويعني حتى تقف على الحياد ما مستعدة. طيب ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا النظام الذي تسيطر عليه قوى طائفية ميليشيات في الخندق المعادي لها؟ يعني دعني فقط بشكل سريع قبل التوطئة السريعة لهذا للإجابة. أمريكا عندما تدرس تاريخ احتلالاتها للعالم، يعني منذ 400 سنة لحد الآن أمريكا غزت بلدان كثيرة وأراضي كثيرة، كانت من البداية الهدف واحد، هو من 400 سنة لحد الآن نفس القضية لديها، لديها أن تحقق منافع معينة وأهداف معينة. في كل احتلالات الحديثة في العصر الحديث تريد أن تجعل من البلد الذي تحتله شرطيا أمريكيا يتصرف لحماية المصالح الأمريكية التي استولت عليها المطامع ويحمي مصالحها في المنطقة، هكذا تصرف. وعندما جاءت للعراق هذا الفكر نفسه، أن تحول العراق، هي قالت أنه العراق سيكون نموذج تحويله إلى شرطي في المنطقة يحمي مصالحها في المنطقة ويحمي مصالحها داخل العراق. الحقيقة بعد 17 سنة اكتشفت أنه هذا الشرطي ولاء مو ولاء أمريكي. فالآن يجب أن يجب إعادة ضبط الأمور، إما أن تضبط الأمور أو لا تضبط الأمور، وهنا تكون التصرف شكل آخر. هذه النقطة. النقطة الأخرى أنه أمريكا دائما تفكيرها وتفكير منافعي، يعني ليس ترامب الآن هو الرئيس الأول الجديد الذي يبحث عن منافع لأمريكا بهذه الطريقة الفجة، لا،
ربما الرؤساء الآخرين السياسات الأمريكية الأخرى كانت تستخدمها بدبلوماسية ربما بقفازات، لكن هذا صليط ويعني بشكل مباشر يتحدث عن المنافع، لذلك الآن يتحدثون عن جلب المنافع بعد كورونا، بعد هذا السقوط الاقتصادي بالعالم، بعد هذه المشاكل الاقتصادية في العالم. الآن أمريكا تنظر إلى أنه الخزينة الأمريكية غير مستعدة أن تنفق على مشاريعها بطريقة لا تعود عليها بمنافع، والعراق مشروع، هي تنظر إلى العراق مشروع، فهذا المشروع لا تستطيع أن تنفق عليه سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا ودعما إعلاميا إن لم يعود عليها بمنافع. فبالتالي يجب أن يكون شرطيا أمريكيا يحمي المصالح الأمريكية ويحمي مصالح أمريكا في المنطقة، هذا غير متحقق الآن. ماذا ستفعل؟ هذه هي النقطة المهمة. هي لديها قوى خشنة وقوى ناعمة مثل ما تحدث الدكتور مثنى، وهذا نعرفه بالعالم. يعني راح تجيب دكتور راح تجيب 200 ألف جندي وتقوض هذا النظام وتسقطه؟ لا تحتاج إلى هذا الموضوع، هذا ربما كان بالتفكير السابق قبل 20 سنة بين احتلت العراق، لكن الآن لا تحتاج هذا الموضوع، ربما لا تحتاج هذا. الآن تستخدم سوى أخرى وطرق أخرى، الأساليب تغيرت، الوضعية تغيرت، الآن حصاراتها هاي الاقتصادية تسقط دول وأنظمة كثيرة، ميليشياتها التي تستعملها، قواها التي تستعملها الإقليمية، كلها تحاول أن تضغط بها وتوصل الدول إلى السقوط النهائي. والعراق لا يحتاج إلى جهود كبيرة بهذا النظام المتهري، يعني من 17 سنة لحد الآن بحصار صغير من أمريكا ستنهي كل شيء الحقيقة. نعم ميليشيات موجودة، لكن هذه الميليشيات تعود تبعيتها وإرادتها وتسليحها إلى إيران. إيران على ذكر إيران، أشكرك دكتور، بس الوقت أيضا لأنه ضيق وداهمنا. دكتور عبد الحميد العاني، تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أو تتمنى أن العراق بإمكانها يكون منطقة محايدة على غرار النموذج الفنلندي أو النمساوي أو السويسري كما تقول في أي مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، أو في حتى في هذه البيئة المتوترة بين البلدين؟ يعني الولايات المتحدة تضحك على نفسها بهذا الطرح، يعني هذه الأماني أليست أماني ضالة أن يكون العراق الذي تسيطر عليه الميليشيات بالكامل، وهي تعترف أن هذه الميليشيات ولاؤها ودعمها لإيران، أن العراق سيكون منطقة محايدة على طريقة على غرار النموذج الفنلندي؟ ليس شرطا يعني النموذج الفنلندي، لكن هي على الأقل هي هكذا أصل المشروع، يعني هنالك أصل التفاهم بينها وبين إيران حينما احتل العراق بالتعاون الكامل مع إيران، وهذا باعتراف إيران نفسها من أكثر من مسؤول. الأساس أنه يكون العراق تفاهمات فيما بينهم عليه، ولا يكون هنالك مشاكل على الكعكة العراقية. المشاكل الأخرى اللي هي على الملفات الأخرى ومنها الملف النووي الإيراني، هذا هو أساس المشكلة. لكنه كما قلنا إيران لعبت بذكاء هنا وميليشياتها وتغولت في العراق، فهنا اليوم هذا الذي يسمى الحوار بين أمريكا وإيران على الأرض العراقية هو المقصود، هو إعادة التفاهمات وتهدئة اللعب على الأقل، ومحاولة أو محاولة إجبار إيران والأدوات العراقية للسيطرة على هذه الميليشيات التي تفلتت وإعادتها إلى الحظيرة مرة ثانية، ليكون اللعب تحت الطاولة كما يقال، للحفاظ على استمرارية المصالح الأمريكية واستمرارية المشروع الأمريكي في العراق وفي المنطقة جميعا. هذا ما تتوقعه أمريكا، وهي ستفرضه بالأدوات التي والأوراق التي تملكها التي قال عنها تحدث عنها الدكتور مثنى في بداية حديثه. نعم، يبدو دكتور مو كل اللعب بين أمريكا، اللعب بين أمريكا وإيران يجري خلف الطاولة. يوم أمس إيران أفرجت عن جندي من البحرية الأمريكية سابقا اسمه مايكل وايت، طبعا غرد ترامب شاكرا إيران على هذه الالتفاتة الإنسانية، وقبلها أيضا يبدو الأمريكيين سمحوا يعني واضح أنه لإيران بتوقيع عقد مع العراق بمبلغ 400 مليون دولار. هذا ثمن، هذا جزء من الأثمان الصفقة. نعم، أشكرك دكتور، شكرا لضيوفنا الذين كانوا معنا في هذه الحلقة والتي ناقشت مستقبل العلاقات الأمريكية مع العراق، وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني
الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، ودكتور مثنى عبد الله الكاتب والباحث السياسي، كلهم كانوا معنا عبر سكايب. حتى نلتقيكم مشاهدينا الكرام، أيضا شكر لكم، وحتى نلتقيكم في الأسبوع القادم في أمان الله.